بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نسيم، مرحبا بكم في قناتكم الخاصة بتربية الحسون. أتمنى أن تكونوا بخير. تحياتي لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، بالتوفيق للجميع وموسم خير إن شاء الله. أما بعد، أصدقائي الكرام، فيديو اليوم خفيف ظريف، وسأحاول من خلاله الإجابة على 3 أسئلة تكررت كثيرا كثيرا في التعليقات، والتي هي عن مشاكل إنتاج الحسون. يعني سأجيب على 3 أسئلة حول مشاكل إنتاج الحسون، وستبقى دائما حالات استثنائية لأن ليس كل المربيين يعانون من هذه المشاكل. السؤال الأول، ما هو الحل للأنثى التي لا تحضن البيض؟ الحل الوحيد للأنثى التي لا تحضن البيض هو أنك تنزع ذلك البيض وتضعه تحت أنثى كناري لتتكفل به وتتكفل بإطعام الفراخ أثناء فقسها، ولا يوجد أي حل لتجعل الأنثى تحضن ذلك البيض، مفهوم؟ السؤال الثاني، ما هو الحل للأنثى التي لا تطعم فراخها؟ هنا صديقي ماذا تفعل؟ عليك بأخذ الفراخ وتتكفل بهم يدويا، يعني أنت من تطعم تلك الفراخ لكي لا تخسرها وتموت من شدة الجوع، لأن تلك الأنثى لا تطعم فراخها، ولا يوجد أي حل تجعل به الأنثى تطعم فراخها، مفهوم؟ ما هو السؤال الثالث، ما هو الحل للأنثى التي ترمي فراخها من العش؟ هنا أخي الكريم، الحل الوحيد هو أنك تجمع تلك الفراخ من عرضية القفص وتتكفل بهم أيضا بإطعامهم كي لا تموت تلك الفراخ، ولا يوجد أي حل تجعل تلك الأنثى لا ترمي فراخها من العش، مفهوم؟ هذه هي الأجوبة الصريحة والبسيطة، وأتمنى أن الفكرة وصلت بشكل مفهوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.